تشرفنا اليوم ان استقبلنا الوفد الممثل عن الاتحاديه الجزائريه لكره القدم، وشرفونا بهذه الزياره هذه اللي تحفوها يعني زياره الكاس العربيه اللي هو فخر لنا وفخر الجزائر، ويعني الافراح بخصوص هذا الفوز هذا مازال متواصله، وان شاء الله يا ربي تمتد الى كاس افريقيا ان شاء الله. وتحيه الجزائر ومبروك على الجزائر.